السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بمتابعينا الكرام، متابعين قناة الحياة الزراعية. النهاردة هنتكلم على التمر هندي. التمر هندي هو نبات استوائي، بيحب الأماكن اللي فيها رطوبة عالية، بتبقى شجرة كبيرة ممكن توصل ارتفاعها مثلا 3 متر، مفيدة صحيا جدا. كنا بنشربها طبعا زمان، اللي يعرفها انا عارفها في مصر، بنشربها في رمضان دايما على طول. المشروبات اللي كانت دايما موجودة في رمضان هي والعرق سوس والمشروبات الجميلة بتاعتنا بتاعت زمان دي. معرفش الناس، في ناس طبعا لحد لسه بتشربها يعني، بس مش ظني زي الأول، مش بنفس كميات والاستهلاك بتاع زمان. طيب، النبتة دي اتعرفت في مصر قديما جدا جدا، يعني اتزرعت في مصر، زرعها الفراعنة. اتكلم عنها ابن الرازي والرازي والانطاكي وابن سينا والجماعه بتوعنا كلهم اتكلموا عنها، العلماء العرب يعني وغير العرب اتكلموا عنها. هي نبته مفيده جدا، فيها احماض كتيره ومعادن كتيره وملينه وبتظبط الهضم، وعليها دراسات حديثه كتيره يعني. اللي ما يعرفش ثمره التمر الهندي او شكلها ازاي في الاخر بعدها بتتجمع وتتطحن، بتبقى بالمنظر ده كده، تمام؟ اوكي، طبعا بتاخد منها حتة، تقطع منها حتة زي كده وبتحطها في المية، وبعد كده بتبقى عصير. ممكن تاخد منها بعد كده تشرب منها عصير زي كده، ده العصير بتاعنا بشربه طبعا يعني. اوكي، هيبقى المنظر ده كده العصير بتاعها. بعدها بتنقعها في المية مثلا يوم وليلة، بتطلع البذور منها اللي هي دي بذورها اهي، فبتسيبها في المية بعد ما بتطلعها، يعني بعد ما بتاخد العصير بتاعها بتسيبها في المية ممكن كمان يوم تاني او يومين تاني في المية، بتبتدي هي تطلع الخارج الابيض، بيبقى طالع منها هنا ايه زي ايه استنبات كده، بتستنبت منها العيون البيضة. بعد كده بتجيب، انت بتكون محضر التربة بتاعتك، البيت موس، ممكن تزود عليها شوية من الرملة، تحط شوية رملة على البيت موس زي كده، اوب العصير باظ ولا ايه، تحط كده وبتقلب البيت موس. ليه الرملة؟ عشان بتخفف شوية البيت موس، ما يبقاش تقيل، ما يقفلش على البذرة خالص لان لسه بتبقى ضعيفة. نقلب كده كويس اهو، قلبنا، قلب كويس. بعد كده بتكون محضر الاثار بتاعتك زي ما قلنا، بتنضفها في الميه، والكلور دي اثار صغيره وتغسلها في الميه زي كده. بعد كده ما بتعبيش طبعا، ما بتعبيش طبعا القصرية للآخر كده كويس. عبي التانية، ما تعبوش قوي يا جماعه، بالذات لما يكون بذره زي كده جديده، ما تعبوش القصريه قوي على الاخر، عشان لما تيجي تسقي يبقى المكان ده، شايفين الحته الجزء اللي انت سايبه ده، بيقدر يحتفظ بالميه جوه عشان البذره ما تعومش، او عشان البيت موس لو هو ناشف شويه ما يطلعش بره، ويقدر البيت موس يحتفظ بالميه بتاعته، تمام. وبعد كده بتفتح فتحه كده بايدك اهي، يعني قد عقلة الصباع بتاعك كده الأولانية اهي، هنا برضو اهو، هنا اهو. على فكرة هم سموه تمر هندي ليه؟ طب هو احنا قلنا ان هو اتوجد في مصر في الأول وراح الهند طبعا وكل حاجة، وبنجيب البذرة بعد كده
سموه تمر هندي لأن الهنود زمان يعني هم استخدموه بكثرة يعني أكتر مننا، وبعد كده ابتدوا يحطوه على الأكل بتاعهم وابتدوا يزرعوه بكميات كبيرة. فالتجار لما ابتدوا بقى يشتروا زمان بقى يشتروا طبعا بكميات كبيرة، بقى هو من الحاجات الأساسية في الهند يعني من الزراعات الأساسية. فبعد كده بقى اللي يجي يقول لك انا اشتري تمر هندي من الهند، يعني هو ما كانش يقصد، مش مقصود بيه ان هو هم اساس التمر الهندي، لا هم مش اساس التمر الهندي. التمر الهندي هي نبته استوائيه زي ما قلنا، واكتشفها القدماء المصريين وهم اللي جابوها وزرعوها يعني، وكانت موجوده في مصر بتزرع في مصر لحد دلوقتي طبعا. بعد طبعا بنخلص دي كده زرعنا البذره بنسقي طبعا، وبعد كده بنحطها في مكان دافي. وياريت لو حد عايز يزرع في البيت يعني يا جماعه، اي حاجه في البيت انت بتجيبها في البيت، تمر هندي جبت، عرق سوس جبت، مش عارف ايه، طبعا العرق سوس ما بيجيش معاه بذره، جبت اي اكله تانية او اي حاجه تانية بتقدر، ليمون برتقال اي حاجه، بتاخد البذر بتاعها وبتجرب، انت مش هتخسر حاجه، انت عندك الماتيريال في البيت، جرب حط بذرتين ثلاثه خمسه في القصريه وجرب ان شاء الله يطلعوا، ونقل بعد كده في قصريه اكبر، في فازه اكبر، في عندك حوض كبير في البيت، عند حاجه كبيره، وابتدى اشتغل عليها واحده واحده، ان شاء الله ربنا يكرمك وتلاقي الحاجه اشتغلت وبقت كويسه. دي طبعا البذره بعد ما طلعت اهي، ده منظرها كده اهي ما شاء الله جميله، بتقدر بعد كده تنزلها تزرعها في الارض المستدامه، وبتبقى شجره جميله. طبعا انا ما عنديش للاسف شجره مزروعه كبيره، كنت وريتها لكم بعد ما بتكبر ويكون فيها زهر بتاعها كمان، بس هي شجرة جميلة ومفيدة. ورب يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعملوا شير سبسكرايب، فعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. ما تنسوش يا جماعة اللايك عشان اقدر اعمل لكم فيديوهات تانية اشجعونا. يلا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.